نشرة الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع غدا عبر الفيديو. رصد 14 رحلة شحن عسكري من قواعد عسكرية تركية إلى الوطية خلال 10 أيام. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي ممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. ستمائة وثمانون إصابة بفيروس كورونا وسبعمائة وأربع وأربعون حالة شفاء. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. كشفت مصادر لقناة ليبيا أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع غدا عبر تقنية الفيديو. وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن نتائج التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية وتحديد ترتيبات التصويت والمواعيد المقبلة. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أكدت في وقت سابق أن أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية هو من خلال الحوار السياسي. رصدت مؤسسة سيلفيوم للدراسات والأبحاث منذ 26 من نوفمبر لغاية اليوم 14 رحلة شحن عسكري من قواعد تركية إلى قاعدة الوطية الجوية خلال 10 أيام في انتهاك صريح من قبل تركيا لقرارات مؤتمر برلين واتفاق اللجنة العسكرية. هذا وأرفقت المؤسسة تقريرها بصور توثق إقلاع وهبوط طائرتي إيرباص تابعتين لسلاح الجو التركي عصر اليوم في قاعدة الوطية الجوية. في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين الأطراف الليبية لإيجاد حل نهائي للأزمة واتفاق على خارطة طريق تخرج البلاد من دوامة الصراع السياسي والعسكري، تبقى معضلة التدخل التركي في ليبيا العقدة التي ظلت دون حل. فبالرغم من مخرجات مؤتمر برلين الذي أعلن فيه المشتركون التزامهم بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، ورغم الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن وقف إطلاق النار، إلا أن تركيا تأبى الخروج من المشهد الليبي، بل إنها زادت من تواجدها ودعمها العسكري للميليشيات والمرتزقة غرب البلاد، وهو ما أكدته مؤسسة سيلفيوم للدراسات والأبحاث في تقرير لها رصدت فيه تحركات عسكرية تركية نحو ليبيا خلال الفترة ما بين 26 من نوفمبر إلى 4 ديسمبر الحالي. تقرير مؤسسة سيلفيوم رصد 14 رحلة شحن عسكري من قواعد تركية إلى قاعدة الوطية الجوية خلال 10 أيام، 12 رحلة منها كانت عبر طائرة إيرباص التي تصل حمولتها إلى 37 طنا تابعة لسلاح الجو التركي، حيث أقلعت 10 طائرات منها من قاعدة قيصر في قونيا، ورحلة من قاعدة أتاتورك في أزمير، ورحلة من قاعدة ميرزفون. أما الرحلتان المتبقيتان فهما من طائرات اليوشن L-76 التابعة لحكومة الوفاق عبر اسطنبول. التقرير أرفق بصور توثق إقلاع وهبوط طائرتين اليوم تابعتين لسلاح الجو التركي من قاعدة الوطية. تركيا ما تزال لحد اليوم تضخ شحنات عسكرية إلى قاعدة الوطية جنوب طرابلس في انتهاك صريح للقرارات الدولية والدعوات المحلية المتكررة المطالبة بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ما جعل الكثير من الدول تقف في وجه التواجد التركي ليس في ليبيا فحسب بل في العديد من مناطق العالم. حتى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز سبق وأن تحدثت عن خطورة الوجود الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى وجود 20,000 من القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، وهو ما اعتبرته انتهاكا مروعا للسيادة الليبية، وهو ما تقوم به فعلا تركيا ضاربة عرض الحائط كل المجهودات الدولية والمحلية التي تبذل في سبيل حل الأزمة الليبية
والقضاء على التواجد الأجنبي في أراضيها وحظر الأسلحة إليها. قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن حديث المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لم يأتي بجديد بشأن المخاطر التي تواجه عملية التسوية الليبية. أضاف مغيب أن البعثة ترى عمليات وصول الأسلحة إلى ليبيا ولا تتخذ أي خطوات حيال الأمر، مشددا على ضرورة أن تتخذ بعض الخطوات الجادة في تنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان. عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن أسفه لاستمرار تركيا باستفزازاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن مسؤولي الاتحاد يرون أن تركيا تسير حاليا بعكس الاتجاه المرغوب من خلال تدخلاتها في شؤون الدول وفي مقدماتها ليبيا. هذا ومن المقرر أن يعمد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ قرار حول الإجراءات الواجب تنفيذها تجاه أنقرة خلال قمتهم القادمة التي ستعقد وجهيا في بروكسل الأسبوع القادم. أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية بما في ذلك التطورات على الساحة الليبية. هذا وأكد الجانبان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها، فضلا عن أهمية التوصل لحل سياسي شامل استنادا إلى مخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بحث خلاله العديد من القضايا بما فيها التطورات في ليبيا. الوزيران بحثا أهمية مواصلة تنسيق المساعي الدولية لتقريب مواقف الفرقاء الليبيين بما يخدم تشكيل مؤسسات حكم موحدة استنادا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبدأ زيارة إلى فرنسا يوم الأحد القادم. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن من المقرر أن يبحث الرئيسان في قصر الإليزي الأزمات الإقليمية، لا سيما الأزمة الليبية والتطورات والتوترات في شرق البحر المتوسط. قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن قرابة 96 نائبا وصلوا أمس إلى مدينة غدامس لبدء التشاور بشأن استكمال وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مدينة طنجة. إلى ذلك انطلق النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الأداء، مضيفا أنه سيلتحق المزيد من النواب لانعقاد جلسة رسمية بمدينة غدامس. التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة ممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية إبداوي محمد وخالد يونس. اللقاء جاء في إطار تركيز الحكومة الليبية ومجلس النواب على ضرورة إتمام الانتخابات البلدية لتمكين المواطنين من اختيار مسؤوليهم على المستوى المحلي، وتمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر 2021. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح أعلن في سبتمبر الماضي عن انطلاق العملية الانتخابية في البلديات بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبد الله الثاني. اجتمع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردى مع منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية للاطلاع على مستوى استعدادهم لتنفيذ البرامج التوعوية المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة. جاء ذلك في اجتماع عقد بمدينة بنغازي استعرض فيه منسقو التوعية تقارير أعمالهم التي أنجزت خلال النصف الثاني من العام الحالي ومقترحاتهم للأنشطة والبرامج التوعوية التي من شأنها تعزيز المشاركة الانتخابية. من جهته أشاد عضو مجلس المفوضية بدور منسقي التوعية في نجاح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة العمل استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.
عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا اجتماعا موسعا لمناقشة آليات توزيع لقاح فيروس كورونا مطلع العام القادم بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. يشار إلى أن ليبيا قد حجزت 2,724,000 جرعة لتطعيم فئات الاختطار بمعدل جرعتين لكل شخص، وهم العاملون الصحيون ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ومن يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 680 إصابة بكورونا من أصل 4506 عينات. حسب البيان رقم 267 للمركز، فقد تم أيضا تسجيل 744 حالة شفاء وسبع وفيات أمس بليبيا. تفاصيل الوضع الوبائي في ليبيا نتابعها في هذا التقرير. في الوقت الذي تنتظر فيه معظم البلدان وصول اللقاح المضاد لكورونا إلى أراضيها، تواصل الإصابات في مختلف أنحاء العالم الارتفاع يوميا. ليبيا من بين البلدان التي اجتاحها الفيروس وحصد أرواح الكثيرين من مواطنيها، خاصة وأن البنية التحتية للصحة في البلاد ضعيفة والإمكانيات لمجابهة هكذا جائحة قليلة جدا. الخميس سجلت ليبيا 680 إصابة بكورونا، منها 487 جديدة و193 مخالطة. الإصابات المسجلة حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض توزعت على 33 مدينة تفاوتت فيها الأعداد. حصيلة الخميس شملت أيضا أعداد المتعافين على مستوى البلاد والتي بلغت 774 حالة شفاء تم تسجيلها في 9 مدن، وكانت طرابلس على رأس قائمة المدن التي سجلت حالات التعافي من كورونا، حيث سجلت وحدها 571 حالة. أما تفاصيل الوفيات المسجلة أمس دائما فإن عددها بلغ 7 حالات مسجلة في الزاوية الغرب بحالتين، وترهونة بوفاة واحدة وأخرى في صبراتا، وثلاث وفيات في سرمان. وبآخر إحصائيات يكون إجمالي الإصابات في ليبيا بلغ 85,529 إصابة، منها 28,262 حالة نشطة. أما المتعافون على مستوى ليبيا فقد بلغ عددهم 56,048، والوفيات 1,219 حالة. أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس بالبلدية. وأقلت الغرفة في تقريرها رقم 26 للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل البلدية إن إجمالي الحالات بالبلدية بلغ بذلك 417 حالة، أما حالات الشفاء فقد بلغت حتى الآن 3,332 حالة والوفيات 64 حالة. هذا وأفادت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية مصراتة بتسجيل 26 إصابة بكورونا و63 حالة شفاء ووفاة واحدة في البلدية أمس. اللجنة وفي تحديثها اليومي للوضع الوبائي بمصراتة قالت إن الإصابات المؤكدة بالبلدية بلغت 7,383، منها 1,294 حالة نشطة. أما التعافي فقد سجلت مصراتة إلى حد الآن 5,874 حالة شفاء، وإجمالي الوفيات بها بلغ 242 حالة وفاة. بدوره أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل حالتي إصابة بكورونا من أصل 37 عينة تم سحبها للفحص. المركز في تحديثه اليومي حول الوضع الوبائي بالبلدية أوضح أن الحالتين المسجلتين واحدة من سبها والأخرى من أباري. هذا كما كشف المركز عن تسجيل 48 حالة شفاء أمس. أجرت اللجنة الاستشارية الصحية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي للوقوف على الاحتياجات والنواقص وتوفير كل ما يلزم من خدمات بالمراكز الصحية.
جاء ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثاني، حيث عقد اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة الاستشارية الصحية التابعة للحكومة الليبية ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي ومديري الإدارات والأقسام بغية مناقشة الصعوبات التي يعاني منها المركز ورفعها بتقرير اللجنة. بخصوص حال الوضع والخدمات الطبية المقدمة في مركز طبرق الطبي والاحتياجات، على الأقل الاحتياجات المستعجلة لمدة 4 شهور، وكان النقاش مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالمستشفى، وتم الاطلاع على الوضع الطبي والخدمات وما ينقص المركز من بعض الاحتياجات الهامة، وتم الاتفاق مع مدير المركز وكذلك اللجنة العلمية ورؤساء الأقسام برفع كل هذه الاحتياجات لنقاشها بديوان رئاسة مجلس الوزراء. نظم مركز سوف الجين للتوحد في بني وليد أمس جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام. واستعرضت الجلسة التي شارك فيها مدير فرع هيئة التضامن الاجتماعي بالمدينة ورؤساء الأقسام بالفرع وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة جملة من الخدمات التي باشر فرع الصندوق في تقديمها لمستحقيها، من بينها منافع الخدمة المنزلية والطالب الكفيف. وتهدف الجلسة إلى التأكيد على حقوق شريحة المعاقين المادية والتعليمية والترفيهية وترجمتها إلى خريطة عمل تلبي مختلف احتياجات هذه الشريحة في البلاد. سواء من حيث عدد يكون ضعيف الانتباه، منفعة الخدمة المنزلية المتوقفة من سنة 2013، اليوم الهيئة العامة استلمت جميع الفروع، استلمت الصكوك بخصوص صرف هذه المنفعة لسنة 2014 و2015. أيضا هناك استمرارية صرف منفعة المعاش الأساسي للزوجة بعد الجواز، الزوجة المعاقة بعد الزواج يتم صرف منفعة المعاش الأساسي لها. أيضا توفير أو تطبيق منحة 300 دينار للطلبة الكفيفة الدارسين في الجامعات الليبية. نفتخر جدا بما قدمته هيئة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة وفرع بن وليد. طبعا عدة منافع تم استصدارها وتم تطبيقها، اللي هي من ضمنها منفعة الخدمة المنزلية المعانة طبعا، وإنشاء بعض المقار التأهيلي لذوي الإعاقة، وإنشاء دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين الذين هم يشتغلون على تهيئة هذه الشريحة. أقيمت بمقر التضامن الاجتماعي براك الشاطئ احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بإشراف وتنظيم من صندوق التضامن الاجتماعي براك. وحضر الاحتفالية كل من أعضاء بلدية براك ومدير مكتب الثقافة بوادي الشاطئ ومدير صندوق التضامن إلى جانب العديد من الناشطين المدنيين. هذا وتم خلال الحفل توزيع شهادات شكر وتقدير على بعض الجهات لوقوفها مع شريحة ذوي الاحتياجات وتوفير المساعدة لهم. هذه الفئة تعاني رابطة ذوي الإعاقة ببلدية براك الشاطئ، والتي قامت بدور كبير في رعاية مراقبة الشؤون الاجتماعية براك الشاطئ، وتقوم هذه المراقبة بقدر المستطاع ما نملك أن نقدم جميع المساعدات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة إذا أمكن، وإذا لم يمكننا فنحاول ولن نيأس من هذه المساعدات الإنسانية. نحن اليوم في مقر رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ أقمنا احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، وأنا اليوم أتوجه بالتحية والشكر إلى إخوة الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة وادي الشاطئ على حضورهم الفاعل وعلى مشاركتهم ليومهم العالمي، ونوجه رسالة إلى كل الإخوة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتضامنوا ويخرجوا إلى الحياة ويتحدوا الصعاب. نظم الاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة في جميع المدن والمناطق وقفة في مدينة بنغازي تحت شعار مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة حق وتحديات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادف يوم أمس 3 ديسمبر.
نحن اليوم نتيجة لعدم وجود التمثيل السياسي وعدم التمثيل النيابي وعدم وجودنا في هذه البلديات ونتيجة الحروب اللي الآن قائمة وكل يوم تزيد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، عدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود تعليم يختص بالأشخاص ذوي الإعاقة ويقدم لهم المناهج التعليمية الخاصة بهم وغيرها كثير من الأمور، عدم وجود تهية الوصول أو الوصول الشامل في كل أنحاء ليبيا. حقيقة هذه الأمور دعتنا اليوم إلى إعلام المجتمع بصفة عامة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامجها ومناهجها راهي في ليبيا معدومة. أعلن معلمو مدارس خليج السدرة دخولهم في اعتصام مفتوح اعتبارا من يوم غد السبت إلى أجل غير مسمى على أن يجري دوام المعلمين دون استقبال الطلبة، وجاء ذلك خلال بيان مشترك لهم أمس أكدوا فيه عدة مطالب كان أهمها ضرورة التسريع بتنفيذ القرار الخاص بزيادة مرتباتهم وكذلك توزيع مستلزمات الوقاية من كورونا والتي لم تصل حتى الآن وتطبيق التأمين الصحي للمعلم وغيرها من المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مدراء المؤسسات التعليمية ببلدية خليج السدرة نعلن دخولنا في اعتصام مفتوح اعتبارا من يوم السبت على أن نتواجد داخل مدارسنا دون استقبال الطلاب، وفي حالة عدم تنفيذ مطالب المعلمين بهذه البلدية والبلديات الأخرى سنضطر إلى الدخول في إضراب عام تنفيذا لمطالب المعلمين الذين خولوا مدراء المدارس بالوقوف هذا اليوم. إننا ونحن نودي هذه الرسالة السامية التربوية، رسالة التربية والتعليم، ونؤمن بها إيمانا قاطعا. نحث كل القائمين على الجهات الرسمية في هذه البلاد على عدم تجاهل مطالب المعلمين في كل البلديات. الحقوق إخواننا، إحنا عندنا بعض المعلمات اللي لهن 3 سنوات و4 سنوات يدرسن بمتعاون لحد الآن لم يتم صرف مرتباتهم. نأمل من قطاع التعليم بالمنطقة وعلى مستوى الدولة الإسراع في صرف مرتبات المعلمات المتعاونات. النقطة الثانية علاوة الحصة، احنا كلفنا المعلمين كمدراء مدارس وعبينا لهم جداول وقروا ودرسوا واشتغلوا، وهذه العلاوة لم تنزل حتى هذا التاريخ. وحول آخر استعدادات مكتب التعليم ببلدية خليج السدرة لاستقبال الطلاب بالمدارس والإجراءات التي اتخذت لهذا الأمر، قال مراقب تعليم البلدية أن التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب تسير بشكل جيد وعلى نسق واحد، كما تم توزيع الأثاث المدرسي وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمتمثلة بالتباعد الجسدي بين الطلاب. أجريت كل هذه العمليات الإدارية وأحيلت لهذه اللجنة، لجنة المتابعة، وكان ذلك في وقت قياسي جدا. اتخذنا الكثير من الإجراءات الأخرى وهي فيما يتعلق بالإمكانيات، تم توزيع المخزون من الأثاث المدرسي لكي نتمكن من تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، بحيث أن الفصل الكرسي المزدوج يحمل طالب واحد، يكون هناك مسافة تباعد كافية كما طلبتها اللجان الاستشارية لمقاومة أو مجابهة مرض كورونا. تم وصول مخزون لا يقل عن 70% من احتياجات الكتب لهذا العام. اختتمت في مدرسة الفقهاء الامتحانات الثانوية النهائية لإتمام الشهادة الإعدادية والتي تواصلت على مدى عدة أيام. مراسلنا في المدينة رصد اعتراض عدد من الطلبة والطالبات على أخطاء وردت في سير الامتحانات تمثلت في بعض الأسئلة التي لم تكن ضمن الأسئلة الاسترشادية، مطالبين وزارة التعليم بالنظر في حل هذه المشكلة. واليوم آخر يوم في الامتحانات وجابوا لنا الكثير من الأسئلة خارج الأسئلة الاسترشادية، ولكن حلينا والحمد لله، ويا ريت تديرون لنا موضوع في هذه الأسئلة. اليوم الأخير في مادة في اليوم الأخير في الامتحانات في مادة جغرافيا
ولكن جابوا لنا أسئلة خارج الأسئلة الاسترشادية، ويا ريت يكون في حل. يعني اليوم درنا آخر امتحان هو امتحان جغرافيا، كان واعر شوية في أسئلة مش خاصة في الأسئلة الاسترشادية اللي أعطالينا دارين علامة ملغية لكن جابوها. اعتمد وزير التعليم فوزي بومريز الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي التي أعدتها الوزارة للعام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده بومريز مع مديري إدارتي النشاط المدرسي والتخطيط التربوي والتعليمي لمناقشة اشتراطات الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021، حيث اعتمد بومريز الخطة الدراسية بعد الاطلاع عليها، كما تعهد بتوفير احتياجات تنفيذها. نظمت كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد أمس ورشة عمل بعنوان تطوير العملية التعليمية والتدريبية في الثانوية الصناعية بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة المختصين بالمدينة. الورشة التي جاءت بالتعاون مع الثانوية الصناعية ألقي فيها عدد من الأوراق البحثية بهدف تنمية الثانوية الصناعية لمواكبة التطور العلمي والفني ومعايير الجودة بغية الرفع من مستوى خريجي الثانوية. في إطار اهتمام كلية التقنية الإلكترونية بني وليد للتعاون مع محيطها التعليمي في المنطقة وعلى مستوى الدولة، جرى التحضير لإقامة ورشة عمل بين كلية التقنية الإلكترونية بني وليد والثانوية الصناعية التابعة لجهاز التصنيع العسكري. أكدت مديرية أمن الواحات جالو أن الخطة الأمنية في المنطقة تسير بشكل جيد، وذلك من خلال الدوريات الليلية لقسم شرطة النجدة والانضباط وقسم البحث الجنائي بالمديرية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. كما أكدت المديرية أن دوريات قسم المرور والتراخيص تقوم بالتفتيش على المركبات التي تتجول دون اللوحات المعدنية والزجاج المعتم والقيادة دون تراخيص. أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية التابع للأمم المتحدة في ليبيا جيرار دونان للتباحث حول آخر المستجدات في ليبيا، حيث استعرض الأخير أنشطة البرنامج الإنمائي في ليبيا والتي تغطي الاحتياجات الإنسانية والتنموية ودعم الانتخابات. وفي هذا الصدد أشاد العقوري بمجهودات البرنامج مبديا حرصه على تسهيل جميع الإجراءات أمام البرنامج الإنمائي في جميع مناطق ليبيا. قام مكتب الإغاثة بالهلال الأحمر فرع جدابية بزيارة شملت منطقتي راس لانوف وبن جواد، وذلك من أجل توزيع المواد الإغاثية على أكثر من 80 أسرة ممن تضررت منازلهم وممتلكاتها جراء سيول وفيضان بعض الأودية المقابلة بفعل مياه الأمطار. قام فريق الإغاثة بالهلال الأحمر في الجدابية بتقديم المعونة الغذائية وغير الغذائية على الأسر المتضررة من سيل الأمطار الفترة السابقة، وهي متكونة من 16 عائلة بمنطقة راس نانوف و64 عائلة بمدينة بن جواد. وتمت الدعم من الأمانة العامة بنغازي عن طريق اللجنة الدولية. بتنظيم من منظمة مبادر للتنمية الشريك المحلي لليونيسف وبالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية سرت ومفوضية المجتمع المدني، انطلقت بمدرسة شهداء تاغريفت للتعليم الأساسي أعمال مشروع السلام للأطفال البلدية. يأتي هذا المشروع ضمن أعمال شباب سرت 2020 والذي تساهم فيه وكالات الأمم المتحدة لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المجتمعية ورفع القدرات، كما شارك فيه 800 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 13 حتى 18 عاما.
بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلق برنامج ريستارت أب في بلدية سبها، والذي يهدف لدعم المشاريع المتعثرة جراء النزاعات وإعادة تهيئة تلك المشاريع من جديد والنهوض بها على مستوى ليبيا، حيث أكد المجلس البلدي سبها في كلمته الافتتاحية على دعم مثل هذه البرامج التي تهدف إلى التنمية المحلية ودعم المواطنين، سواء كانت مقدمة من جهات محلية أو دولية. الثامنة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد طرح مشكلتهم على قناة ليبيا، استجابة سريعة لمطالب سكان حي المجاهد بهود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذا تذكير بعناوين الثامنة. البعثة الأممية تدعو أعضاء منطقة الحوار السياسي للاجتماع غدا عبر الفيديو. رصد 14 رحلة شحن عسكري من قواعد عسكرية تركية إلى الوطية خلال 10 أيام. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي ممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثاني مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة. هذا وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سالم البرجي مشاكل المياه والصرف الصحي في البلديتين وكيفية وضع الخطط لحلها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب. اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج ولجنة حصر الزواج بالأجانب في المنطقة الجنوبية محمد إبراهيم على نتائج الحصر والموقف التنفيذي لأعمال اللجنة، وذلك خلال اجتماع عقد بالخصوص بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد رقم 65 للعام الجاري الخاص بحصر حالات زواج الليبيين والليبيات من الأجانب في المنطقة الجنوبية، حيث تطرق الاجتماع الذي ضم كذلك أعضاء لجنة الحصر إلى تقييم المشاكل والتوصيات المختلفة تمهيدا لعرضه على وزيرة الشؤون الاجتماعية. عقدت إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات بالحكومة الليبية أمس اجتماعا مع إحدى شركات الاستشارات والأعمال الهندسية. الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء تم خلاله مناقشة الخرائط والتصاميم لمشروع تصميم صالة الركاب بمطار الزنتان. انطلقت بحي المجاهد بمدينة هون حملة واسعة للصيانة والنظافة بموقع خزان الصرف الصحي، وذلك بالتعاون بين العمل التطوعي واللواء و 128 وشركة خدمات المياه والصرف الصحي الجفرة. الحملة شملت مراحل عدة تمثلت في إزالة الحشائش والأشجار التي كانت تعيق العمل، لصيانة مضخات دفع مياه الصرف الصحي من الخزان للموقع النهائي،
كما تم الوصول إلى خط المياه المغذي للعمارات السكنية والذي تعرض للكسر منذ شهور متسببا في قطع مياه الشرب عن هذه العمارات. يشار إلى أن هذه أو حملة الصيانة هذه التي انطلقت بحي المجاهد جاءت بعد طرح مشكلة الحي عبر قناتنا سابقا من خلال رصد ومتابعة معاناة المواطنين ووضعها أمام أصحاب القرار. اليوم قمنا بالتنسيق مع اللواء 128 ومع العمل التطوعي برئاسة محمد جرين لتنظيف الخزان التجميعي لحي المجاهد. قمنا بتنظيفه من الحشائش والعوالق والأثربة، وطبعا هناك خط مياه مار بالقرب من هذا الخزان التجميعي يغدي في عمارات المستشفى. طبعا الخط منكسر من حوالي 7 أيام نتيجة لانهيار التربة وتسرب المياه الصرف الصحي وتآكل التربة اللي تحت الواح تحت الخزان. فقمنا بعمل مؤقت حتى تعمل مضخة الصرف الصحي بشكل جيد وتنظيفها من العوالق. من هذا المكان أناشد الحكومة وناشد المجلس التسييري ومجلس البلدي لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة القائمة لها سنوات. المواطنين شاكين لهذه الجهات، شاكين لشركة المياه، شاكين للمجلس البلدي، وشاكين أيضا للجهاز البنية التحتية. وهذه الجهات للأسف الشديد أنها لم تتخذ أي إجراء حيال هذا الموضوع، في حين أن الناس فيه اللي عنده أولاده متضررين من الموضوع هذا، فيه اللي بنت مريضة يعالج فيها، وفيه اللي عنده فيه اللي عنده 6 أولاد والله يعالج فيه من الأجمال. وبعدين هذه المسألة مش مسألة يعني تخص الحي هذا بالذات، يعني هذه مسألة تخص المنطقة بالكامل. كشفت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية عن انخفاض مخصصات الغاز من المصدر المغذي لمحطة إنتاج الطاقة بالمنطقة الشرقية، ما أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بنحو 250 ميجاوات وتسبب في ازدياد العجز بالشبكة. من جهته قال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إن شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح إلى الآن سبب فقدان هذه الكمية، مضيفا أن ذلك سيسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح بين 4 و6 ساعات على كل المدن والمناطق في المنطقتين الشرقية والوسطى. استعرض عدد من أعضاء إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال زيارة ميدانية لمحطة شمال بنغازي أعمال صيانة الوحدة الغازية 5 ومشكلة مولد الوحدة الأولى بالمحطة. من جانبه أكد المدير المساعد لإدارة الإنتاج أن الإدارة دعت 4 شركات متخصصة في هذا المجال لتقديم عروضها، وتم الاتفاق على إجراء عمرة للوحدة 5 في مارس القادم. وفي الوقت ذاته سيتم إجراء كشف للوحدة 6 من قبل شركة سيمنز أثناء إجراء صيانة عمرة الوحدة 5. بدأت لجنة الأزمة ببلدية سوان بن آدم وبالتنسيق مع مختاري المحلات في توزيع أسطوانات الغاز التي قام المجلس البلدي بحجزها من شركة البريغا لتوزيع النفط، حيث تم توزيع 1000 أسطوانة غاز على المواطنين الذين لديهم وصولات حجز من المجلس. هذا وتم توزيع الأسطوانات في مقر ديوان البلدية بالكريمية والفرع البلدي أنجيلا الغربية والفرع البلدي جامع الثغار. انطلقت اليوم في بلدية سواني بني آدم توزيع 1000 أسطوانة غاز على المواطنين الذين قاموا سلفا بحجز هذه الأسطوانات عن طريق شركة البريغا لتسويق النفط. يتم الآن التوزيع على المواطنين وفقا للكشوفات الواردة لبلدية سواني بني آدم عن طريق شركة البريغا، ولله الحمد كل المواطنين الذين سجلوا وردت أسماءهم في هذا الجدول. بعد سنوات عديدة من الانتظار لله الحمد اليوم بكل سلاسة وبكل انسيابية تتم عملية التوزيع على المواطنين كل حسب الكشوفات المعدة والمستلمة من قبل بلدية سواني بني آدم. وفي أخبارنا الدولية ولكن بعد الفاصل. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 217,000 إصابة جديدة بكورونا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة 14,149,328 إصابة، منها 276,400 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحكومة تعتزم تطعيم ما بين 15 و20 مليون شخص ضد فيروس كورونا بحلول مايو أو يونيو من العام المقبل. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلث سكان إسبانيا مستعدون لأخذ لقاح كورونا على الفور، في حين أن 55% منهم يفضلون انتظار معرفة الآثار التي يخلفها اللقاح أو يخلفها اللقاح. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية وصول العينات الأولى من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى أوزبكستان لإجراء التجارب عليها تمهيدا لإنتاجها الصناعي لاحقا. وفي السياق ذاته قال المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان اليوم إنه بناء على اتفاق رئيس الجمهورية قاسم جومار توكييف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك في كازاخستان أيضا اعتبارا من 22 من ديسمبر لهذا العام. مشاهدينا، لم يتبقى لدينا سوى التذكير بأبرز ما جاء في الثامنة. البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع غدا عبر الفيديو. رصد 14 رحلة شحن عسكري من قواعد عسكرية تركية إلى الوطية خلال 10 أيام. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي ممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني www.libiaschannel.com أو عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر. في أمان الله.